كابتن عاصم حمادي المدير الفني صاحب الانجاز النهارده والعريس النهارده بالنسبه لفريق النادي الاهلي، واحنا على الهواء مباشره مع الكابتن هيثم السعيد. تعليقك على الفوز بهذا الانتصار وهذه البطوله الافريقيه، خاصه انها جاءت في توقيت عاقب مباراه السوبر مباشره. بس مباراه السوبر كل بطوله وليها اوقاتها وليها توفيقها وليها كلام. انا ما كلمتش بعد السوبر، انما انا شايف ان فريقتي عملت عليها في السوبر، خانت توفيق في تخليص كام كوره في اخر المباراه، انما هي ادت المباراه على المستوى اللي انا كنت شايفه ان هو جدير بيها. يعني بطوله افريقيا هي بطوله بتخلي الفريق يحجز مكان في السوبر اللي جاي ان شاء الله، زائد ان هو يبقى بطل افريقيا لابطال الكؤوس. دي بالنسبه للجيل اللي هو بيلعب معايا ده، دي البطوله السادسه الافريقيه، يعني في خلال 4 سنين انا مرات الفريق ده 6 بطولات افريقيه، 2 ابطال دوري، 2 ابطال كاس، 1 سوبر. انا فخور بفريقي، اتمنى ربنا سبحانه وتعالى يتمم علينا ان شاء الله. عندي دوري وكاس على اشد منافسه مع الفرق المصريه، اتمنى ربنا سبحانه وتعالى يعني يقف جنب فريقي، وبعد كل الكلام ده كله واقدر اكمل ان شاء الله واجيب البطولتين او اللي ربنا كاتبه لي ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله. قبل ما انتقل لاسلام حسن، كابتن عاصم انا عارف شخصيتك، عندك تحدي انك تفوز بالدوري خاصه بعد اللي حصل في مباراه السوبر، لان كاس الكؤوس انا عارف بالنسبه لك مش هتبقى هي نهايه المطاف، لان عندك موسم نهائي عايز تخلصه وانت كسبان الزمالك وكسبان بطوله الدوري كمان. الفريق ده اتعود على البطولات الحمد لله بيحققها، ان شاء الله ربنا يقدرني انا وهم ان شاء الله نحقق النادي عايزه وجماهيره عايزاه ان شاء الله. جمهور النهارده تعليقك عليه؟ جمهور دايما بيبقى رقم واحد مع النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اتمنى انه يفضل كده على طول ورا النادي الاهلي. ماشي. كلمه اخيره للاعبين النهارده. اديته حاجه بسيطه اللي هي افريقيا، انما قدامكم الاكتر ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. شكرا كابتن عاصم. شكرا، ربنا يخليك. شكرا.